فراخ بالحمص والتوابل والبصل مع صوص الطماطم، لذيذه جدا، هتتقدم مع رز بسمتي. طيب الفراخ اهي فرخه متقطعه 8 قطع، خلاص، ثوم، صلصه، فلفل احمر سبايسي او عادي، جنزبيل، حمص، بقدونس، كريمه، عصير طماطم، بصل، البهارات اللي عندي كاري وكركم وبابريكا، كزبره وكمون. تمام. طيب احط كده معلقتين زيت، واحط البصل، يسخن وانا بحط البصل هبتدي احط هنا التوابل على الفراخ، بهارات الفراخ، كاري وكركم، كزبرة وممكن حبة كمون، كركم اهو، البهارات دي بقى بتخلي الفراخ طعمه جدا. اوكي، هجيب كده ايه 3 فصوص توم عشان احطهم مع البصل. ماشي، اهو التوم هحط دلوقتي مع البصل. اقلب، ملح، فلفل اسود، ابتدي بقى احط الفراخ. عايزه بس وانا بحط الفراخ هحط ايه ليمون كده. ماشي، حطينا على الفراخ ايه كركم وكاري وكزبره، بهارات فراخ، بابريكا، وحطيت على البصل والثوم والزيت ملح وفلفل اسود، وممكن طبعا نزود مكعبات مرقه فراخ او خضار لو عايزين. هقلبها كويس قوي وهسيبها 5 دقايق. خلاص اهو، هغطيها، هقلبها مع البهارات. الله على الريحه، ريحه لذيذه جدا. ريحه حلوه قوي بجد. هيبقى فاضل لنا ايه؟ خلاص الثوم مش هنستخدمه تاني، هيبقى فاضل لنا الفلفل الاحمر، الجنزبيل هحطه دلوقتي. خلاص دي في الاخر، الكريمه وعصير الطماطم. ممكن كمان هنحط ايه؟ ممكن بدل عصير الطماطم نحط طماطم مبشوره، يعني لو عندنا مثلا طماطم احنا عصرينها وموجوده في الفريزر نحطها بدل عصير الطماطم ده. خلاص بتبقى احلى، يعني بتديها قوام احلى. نقلب كده. دي بقى بتتقدم مع رز بسمتي او عيش، بتبقى طعمه جدا، عيش كده بتبقى ظريفه قوي، عيش طري كده قوي، شبه عيش البيتا كده شويه. هبتدي بقى احط الجنزبيل، الجنزبيل الفريش هيديله طعم لذيذ قوي، الفلفل الاحمر ده سبايسي، حاطين حاجه قليله قوي، عندي هنا ليمون صراحة هحطه زي ما هو كده، شرايح هقطعه شرايح واحطه، انا عارفة انه طعمها قوي، بس لما نيجي نغرف نشيل الليمون ده عشان هيبقى مرر. ايه الروايح الجميلة دي؟ خلاص، ايه رأيكم بقى نسيبها كده؟ بصوا بقى الفراخ بقت عاملة ازاي، هبتدي احط الحمص. خلاص، حط الحمص
واقلبه كويس. كده اهو، وهدي النار بقى خالص، احط الصلصة. ويا طماطم يا عصير طماطم اللي موجود. هسيب بقى كل ده ربع ساعة لحد ما يتسبك والفراخ تستوي جوه عصير الطماطم دي. خلاص انا عايزة الفراخ تستوي جوه الخلطة دي، وغطيها كده. بتغلي يعني، انا حاسه انها اصلا استوت خلاص. عارفين هعمل ايه؟ هحط الكريمه واسيبها تتقل. نبتدي بقى نغرف الفراخ ونقول عملناها ازاي. بصوا اصلا لونها، اول حاجه هحط الفراخ. جبنه فرخه قطعناها 8 قطع، وبعد كده حطيتها مع البصل والثوم والزيت والملح والفلفل، شوحناهم. اول ما البصل والثوم ابتدوا يطروا رحت حاطه عليهم الفراخ اللي كنت حاطه عليها البهارات، اللي عباره عن بابريكا وكركم وكاري وبهارات فراخ وكزبره وكمون، و لو في حاجه تانية قولوا لي عليها. قلبناهم كويس جدا جدا مع بعض مع ملح وفلفل اسود وعصره ليمونه. بعد كده حطيت عليهم بعد ما حطيت عليهم الحمص وشويه، ورحت حاطه معاهم صلصه الطماطم، عصير الطماطم او الطماطم المبشوره. سبتهم يتسبكوا كويس جدا مع بعض. رحت حاطه الكريمه قبل ما ارفعه من على النار بعشر دقائق. اول ما احس ان هي بقت تمام، بصوا الليمون، انا قلت لكم ما تحطوش الليمون، هبتدي ان انا اغرفها مع رز بسمتي. خلاص اهي، الله الله، رز بسمتي بقى، رز ابيض كله بينفع. وكمان ميزتها ان لما الفراخ بتتقطع 8 في العزومه، احنا عشان في العزومه دايما بيبقى في كذا صنف، فانا دايما بقول ما نعملش ربع فرخه ابدا، نعمل دايما نخلي الفرخه متقطعه 8 طالما احنا عندنا كذا صنف.